مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. اليوم راح اشارك معكم فيديو خاص لانه كان امبارح عيد ميلادي، احتفلت بعيد ميلادي 53. انا من مواليد 19 فبراير 1970، فامبارح كملت 53 سنة. في الفيديو هذا انا حابة اشارك معكم 6 شغلات انا تغلبت عليها السنة هاي، يعني هي لا من بداية وأنا صار عمري 52 سنة لل 53 سنة. الحمد لله كانت مسببة لي مشكلة، معطلاني، ماسكاني، شداني لورا، بس الحمد لله فعلا قدرت على نفسي أنه أتغلب عليها، ويعني من بعدها شفت النجاح، النشاط، السعادة، كل شيء حلو، كل شيء تغير عن جد. أول شيء قدرت أتغلب عليه اللي هو السهر، هلأ صار نومي منظم منظم، يعني خلص الساعة بتصير 10، حتى لو أني قاعدة بتفرج على برنامج ومندمجة في البرنامج أو بتفرج على فيلم وكتير داخلة في الفيلم، لا خلص بطفي كل إشي، بروح على التخت الساعة 10. هذا قانون، وصدقوني كتير مبسوطة، كتير متاحة. بقوم تاني يوم الصبح نشيطة، ما بنام الظهر، بطلت أنام هاي الفترة القيلولة اللي هي نص ساعة أو ساعة الظهر أبدا. فالحمد لله تغيير عادات النوم كتير فرق. الشغلة التانية اللي قدرت أتغلب عليها اللي هي التراخي، يعني لما أقوم أعمل إشي بقوم أعمله بهمة وبنشاط وبسرعة، حتى كل اللي حوالي في الشغل كمان ملاحظين إنه أنا حركتي سريعة، بمشي بسرعة. هو أنا يعني ما بنتبه غير لما قالوا لي إنه حنان تتحرك بسرعة، أنا اللي بسوي إنه بكون في مخي، يعني بكون بشتغل في إشي وقاعدة بفكر في الإشي التاني اللي بدي أعمله، فدايما مخي شغال في أوكي بدي أخلص هذا عشان أعمل إشي تاني. ونفس الإشي في البيت بكون، بتعرفوا أنا من زمان وأنا بلشت أعمل التودو ليست، فالتودو ليست الثلاث أشياء المهمة لازم أعملها بحاول أنجزها بسرعة عشان أستمتع ببقية يومي، لأنه الثلاث أشياء اللي مهمة بدي أعملها في يومي بتكون يعني لازم أخلصها، وإلا نفسيا ما بكون مرتاحة. فالتراخي والحركة البطيئة هاي أنا شلتها وتغلبت على نفسي وقدرت أعملها، وهلأ صار يعني بشكل طبيعي أنا بتحرك بسرعة وبنجز بسرعة وبهمة، فالتراخي تغلبت عليه. الشغلة الثالثة اللي قدرت الحمد لله إنه أتغلب عليها، وهي كانت تقريبا أصعب واحدة فيهم، لأنه كانت كتير مأخراني في حياتي عن إنجاز أشياء كتير حابة إنه أنجزها، بس كانت ماسكاني هاي عن جد لورا، اللي هي الخوف. تغلبت على الخوف الحمد لله، ما بخاف غير من ربنا، ما بخاف من الناس، ما بخاف من الفشل، ما بخاف من إنه أكون أعرف أو ما أعرف، معنى تاني قلة المعلومات أو الجهل في بعض الأمور. كل إشي متاح قدامنا، نقدر نثقف نفسنا ونعلم نفسنا، مستثمرة في نفسي كتير منيح، باخد دورات أونلاين، بتعلم أشياء جديدة، كتير مبسوطة إنه قدرت يعني أتغلب على الخوف، لأنه الخوف هذا وخوفي من نفسي قبل خوفي من الناس، هذا كان كتير ماسكني وشادني لورا. خوف من الناس زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل هذا، يعني آخر همي الناس وشو بفكروا، شو هم مش عايشين حياتي، هم مش رح يدفعوا فواتيري، هم مش رح يصرفوا علي، هم إذا طحت وقعت وتعبت ومرضت وبطلت قادرة أقوم في نفسي وأقوم في بناتي، هم رح يكونوا بتفرجوا علي وقلوا لي يا حرام مسكينة شو صعبان علينا. يعني ما بدي هالشي، هذا ما بهمني الناس، بعمل اللي بدي إياه وكأنه أنا الحالة عايشة في الدنيا هاي. النقطة الرابعة اللي قدرت أتغلب عليها والحمد لله لسه يعني شغالة عليها كمان شوي، بدها الشغل، اللي هي الغضب. الغضب أول كان يعني لما أغضب من شيء بياخدني أيام وأنا غضبانة وزعلانة ومتنكدة وتعبانة ومش قادرة أعمل إشي، فالحمد لله الغضب قدرت أسيطر عليه، مش دايما بقدر أسيطر عليه، بس
عملت عقد بيني وبين نفسي انه ما ياخد مني الغضب اكتر من ساعة واحدة بس، واحل الموضوع، او اذا ما احل الموضوع ما قدرت احله اتجاوزه مش مشكلة. ما بي ولا اشي بسوى انه اضلني غضبانة، ولا اشي بسوى انه اكون مكشرة وزعلانة ومتنكدة، ولا اشي. انا حتى لو مر فيني ظرف بتطلب انه ازعل واغضب وانفعل، ما يطول، على طول اقلب للوجه الثاني اللي هو الوجه البشوش، الابتسامة، الضحكة، لأنه هذا بيأثر بشكل كبير على صحتنا، يعني مش بس النفسية، الجسدية. هذا بيجيب لنا أمراض، بيجيب لنا ضغط، بيجيب لنا سكري، بيجيب لنا سرطان. بعيد الشر عنكم، الغضب أنا قادرة إنه أسيطر عليه قد ما أقدر، إذا مش قادرة ما يتجاوز ساعة واحدة في اليوم بس. النقطة الخامسة اللي قدرت أتغلب عليها الحمد لله، وهاي من زمان، يعني صار لي سنين وأنا متغلب عليها، اللي هي التكاسل، مش الكسل، التكاسل. لأنه أنا أحياناً بحط في بالي أنه اليوم يوم كسل، ما بدي أعمل ولا إشي. أوكي، بيحق لي لأنه أنا بشتغل كتير، يعني I'm hard worker، بشتغل بهمة وبجد، يعني بساعات طويلة، فبسمح لنفسي أنه يكون عندي يوم كسل. بس كمان رحت حطيت انه حتى اليوم اللي انا عارفة انه انا هذا اليوم تعبانة وبدي ارتاح وبدي يكون يوم كسل، ما بعدي هيك، بحط لي انه مثلا على القليلة اقرأ كتاب وانا قاعدة على الكنباية، ما بعمل اشي، ما في مجهود، بس مش انه التكاسل انه ما اعمل ولا اشي، ولا حتى اقرأ كتاب، ولا اقرأ اشي مفيد، لا. يعني التكاسل هذا شلته تماما من حياتي. كل يوم عندي أنا يوم بنجز وبعمل فيه أشياء حلوة وأشياء مفيدة وأشياء يعني بتخليني بترتب لي حياتي، بتزبط لي حياتي، غير أنه بسعى لتحقيق أهدافي اللي أنا حطاها وماشية فيها. فما في يوم بعدي متكاسلة وما أعمل فيه شيء. اليوم اللي أنا حاطة فيه أنه يوم بده يكون يوم كسل، على القليلة بقرأ لي جزء حلو من كتاب. والنقطة السادسة والأخيرة اللي قدرت أتغلب عليها، وهي كانت مشكلة كبيرة عندي عن جد، هاي مش يعني منكدة علي، والله كانت منكدة علي، اللي هي المماطلة. أنا من النوع اللي كنت كتير شاطرة إنه بعمل هذا الشيء بعدين، خليه لبعدين، مش هلأ، بعد شوي، هل بعد شوي، والبعدين ما بصير، ما بتيجي بسرعة، بس بتضلها كتير تعباني في التفكير، يعني انه بضلوا الشغلة علي لازم اعملها، بس اذا ما قلت لنفسي انه بعدين ما بتنعمل، بس بتضلها تعباني يعني. فالمماطلة هاي خلص، اذا بدي اعمل اشي بقوم بعمله، ما في تفكير، ما فيها اوكي هلأ بعد شوي، بعد البرنامج هذا، بعد المكالمة هاي، لا لا لا، بده ينعمل على طول. فهاي الشغلة ريحتني كتير، لانه هاي يعني مقولة بيقولوها انه المماطلة او اللي هي البروكراستينيشن، هاي عقد بينك وبين نفسك على تأنيب الضمير وجلد الذات. وهو فعلا يعني انت في عقلك اللاواعي بتضلك مفهمة نفسك انه انت انسانة يعني مقصرة في الاشياء اللي لازم تعمليها ومش قاعدة بتعمليها، فهذا كتير بيتعبك نفسيا. فما في مماطلة، الشيء اللي بده ينعمل بنعمل، جلي، ضب، الشغلة ورقة بدها تنكتب وطويلة ومملة بس لازم تنكتب للشغل، كله بنعمل أول بأول. هذا كان كل إشي عندي يا بنات اليوم. أنا صار عمري 53 سنة، الحمد لله مبسوطة، محققة كل شيء أنا حابة، عايشة الحياة اللي أنا رسمها لنفسي وحابة إنه أعيشها، الحمد لله عايشاها، وقاعدة في طريق إلى تحقيق أحلام أكبر وأهداف أكبر وأكبر، ومبسوطة كتير في حياتي، حاسة حالي يعني خفيفة مثل الريشة، نفسي ونفسيتي كتير حلوة ومرتاحة، بناتي حوالي، شغلي ماشي ممتاز جدا، قناتي على اليوتيوب الحمد لله بتكبر بفضلكم، فضل ربنا سبحانه وتعالى،
راضية راضية عن حياتي 100%، ومبسوطة كتير. فهذا كان كل شيء عندي يا بنات اليوم. أنا حنان ثابت، بتمنى لكم دائما وأبدا أحلى وأمتع الأوقات.